يا مساء الخير والفوز والنصر ان شاء الله على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده اكيد مفيش صوت اعلى من صوت مباراه النادي الاهلي وهو رايا كوناكري الغيني في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. الماتش ان شاء الله النهارده الساعه 9 على ملعب السلام، وباذن الله ان شاء الله النادي الاهلي حقق الفوز ويتاهل لنص نهائي البطوله، ويواجه باذن الله فريق وفاق سطيف الجزائري واللي حقق مفاجاه طبعا وتاهل لنص النهائي بعد ما فاز على فريق الوداد المغربي حامل اللقب بهدف نظيف في مباراه الذهاب في الجزائر، وكمان اتعادل من غير اي اهداف في مباراه العوده في المغرب. ان شاء الله جمهور النادي الاهلي العظيم هيكون مالي الاستاد النهارده طبعا في الاعداد المسموح بيها، وهيشجع الفريق باذن الله طول الماتش تشجيع المثالي والجميل اللي كلنا طبعا متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي، واللي دايما بيكون ليه عامل السحر على اللعيبه، وكمان طبعا بيزرع الرهبه في قلوب المنافسين. ان شاء الله باذن الله الفوز النهارده يكون من نصيبنا ونكمل مشوارنا لحد ما نحقق حلمنا بتحقيق اللقب التاسع للاميره الافريقيه. امبارح كمان اتأهل فريق الترجي التونسي لنص النهائي بعد ما فاز على النجم الساحلي التونسي في مباراة الذهاب 2-1، وفي مباراة العودة 1-0 فاز الترجي بكده طبعا هيقابل فريق برومييري دي أوغاستو الأنجولي، واللي حقق مفاجأة بتأهله لقبل نهائي دوري الأبطال على حساب العملاق الكونغولي فريق مازيمبي. بعد ما تعادل الفريقين في مباراه الذهاب في انغولا، وطبعا التعادل 0-0 تعادلوا 0-0 وكان التعادل في كونغو لكن 1-1، طبعا صعد بعد كده بتطبيق قاعده الهدف بهدفين بره الارض. كمان طبعا عارفين ان من الحاجات بقى المهمه جدا جدا في الفتره دي اعضاء النادي الاهلي على ميعاد تاريخي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله يوم 28 سبتمبر، اليوم بقى اللي هيدلوا فيه باصواتهم في صناديق الاقتراع في مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان يقروا لائحه النظام الاساسي كبديل للائحه طبعا الاسترشاديه. النادي الاهلي اكبر نادي في مصر وكبير طبعا افريقيا كلها، وجمعيته العموميه اكيد لازم تكون اكبر جمعيه عموميه في تاريخ الانديه. هنناقش الكلام ده واخبار ثانيه كتير جدا خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا النهارده استاذ حاتم قرمان الناقد الرياضي، وبالتاكيد طبعا هستنى مشاركتكم كالعاده على صفحه القناه على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. نبتدي حلقتنا دلوقتي بأهم العناوين. الأهلي في مواجهة صعبة مع هورايا الغيني الليلة. كارتيرون جاهزون لكل الاحتمالات رغم الإصابات. إقبال جماهيري كبير على مواجهة السلام بين الأهلي وهورايا. الأهلي يجهز العمومية التاريخية 28 سبتمبر. إشادات غير مسبوقة بلائحة النادي الأهلي للنظام الأساسي. في 3 دقائق و10 لعيبة النادي الأهلي يهزم بيراميدز برباعية. صلاح وموعد جديد مع السعادة بعد غد الاثنين. القاهرة بنلقي إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا. طويلة الخطيب بيحط الجول يا العمل على طول الكرة وماشي الخطيب هو واحد بفاضل نفسه ولا برجلك شمال. إن شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبة النادي الأهلي. كرة زادتين وهيجيب جول يا جول يفوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا لاول مره. قبل ما نبتدي بقى حلقتنا النهارده نروح الاول لمراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد من معسكر النادي الاهلي طبعا قبل ساعات من لقاء النهارده قصاد هورايا كوناكري الغيني. مساء الخير عليك يا كريم. مساء
كابتن شيما، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. ان شاء الله النهارده في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. الاهلي اليوم على موعد ان شاء الله مع التاهل الى الدور قبل النهائي، الاهلي والحريه الغيني على استاد السلام في الساعه 9 كالعاده. طبعا اطمنك شيما واطمن كل جمهور النادي الاهلي على اخر الاجواء وكواليس معسكر فريق النادي الاهلي اللي كان طبعا مران اخير امس على استاد السلام. اكيد مستر باتريس الكابتن محمد يوسف ووضع كل الامور، الخطه طبعا والتشكيل والتكتيك الخاص بهذه المباراه، ينقص كمان الامر الخاص اللي حابين نتكلم فيه وهو جمهور النادي الاهلي اللي عليه النهارده يمكن مجهود كبير جدا. اكيد زي ما احنا عارفين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بيبذلوا كل المستطاع من مجهود سواء جهاز فني او لاعبين. يبقى ان شاء الله دور جمهور النادي الاهلي النهارده هيكون متواجد بكثافه في استاد السلام، تشجيع المثالي من اول دقيقه لاخر دقيقه، ده اللي بنامله ان شاء الله من جمهور النادي الاهلي. ارجع معاك كمان لاجواء وكواليس فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه. يمكن الامور الاعتياديه بالنسبه للفريق بيبقى فيه طبعا وجبه غداء، محاضره طبعا اخيره هنا في فندق الاقامه، ويتحرك الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي الى استاد السلام في الساعه 7. هتنطلق هنا حافله النادي الاهلي متجهه الى استاد السلام استعدادا لهذه المباراه. لو كمان بكلمك على الاصابات، الاجواء الخاصه بالمباراه، اللاعبين، حاله التركيز، الحاله المعنويه للاعيبه النادي الاهلي، عدد كبير زي ما احنا عارفين من الاصابات بيضرب فريق النادي الاهلي. كنا طبعا عندنا امل كبير جاهزيه ميدو جابر اللي اعلن جاهزيته خلال التدريبين خلال اليومين اللي فاتوا، لكن التدريب القبل الاخير اللي كان على ملعب مختار التتش تعرض الى نفس الاصابه من جديد ميدو جابر في العضله الخلفيه. بنتمنى كل الاصابات لكل لعيبه النادي الاهلي تعود سريعا باذن الله خلال الفتره القادمه ليه المسانده القويه لفريق النادي الاهلي. اذكر لك كمان المصابين الخاصين بفريق النادي الاهلي او اللي خارج القائمه الخاصه بالمباراه، سعد سمير وعمرو السليه ومروان محسن وجونيور اجاييه ومحمد نجيب وميدو جابر، بينضم لهم كمان للرؤيه الفنيه صبري رحيل وناصر ماهر. في يمكن ناس كتير سالت عن ناصر ماهر، هل ناصر ماهر بيشتكي من اجهاد من اصابه؟ لا، يمكن ناصر ماهر بعد طبعا العقوبه اللي يمكن تم وضعها من الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره ورؤيه فنيه ايضا كمان لمستر باتريس كارتيرون، يمكن كان في تفضيل ان يكون ناصر ماهر غير متواجد في هذه المباراه بجانب كمان صبري رحيل. لكن عايز اقول لك يا شيما، هنا الاجواء اللي شايفينها اللاعبين من خلال كلامنا وحديثنا البسيط مع لعيبه النادي الاهلي في حاله تركيز كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، وينقص ان شاء الله كل التوفيق النادي الاهلي في مباراه اليوم. عوده ليك شيما، ولو في استفسار انا معاك. كريم، عايز اعرف ان شاء الله فريق النادي الاهلي هيتحرك امتى الملعب السلام؟ يمكن عقب المحاضره الساعه 7 مساء ان شاء الله هتتحرك الباص او حافله النادي الاهلي متجهه الى الاستاد السلام. يمكن بيكون طبعا 25 دقيقه او 30 دقيقه كعاده، طبعا الطريق بيبقى مسافه قليله شويه، فندق الاقامه هنا ما بيبعدش كتير عن ملعب السلام، وكالعاده طبعا القواعد الخاصه بالاتحاد الافريقي لابد يكون وصول الفريقين قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف، فاكيد الساعه 7 يصل ان شاء الله في الساعه 7 ونصف الى استاد السلام، ومن بعدها باذن الله تكون عمليات الاحماء وتنطلق المباراه ان شاء الله في الساعه 9. شكرا ليك كريم احمد، مراسل قناه النادي الاهلي من معسكر نادي الاهلي المقام دلوقتي طبعا في احد فنادق القريبه من استاد السلام. نرجع بقى مره ثانيه ونبتدي معاكم حلقتنا كالعاده، هنبتديها باهم اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. اخبار اليوم، حسن حمدي يدعم لائحه الاهلي الجديده والعمري يدعو للحضور بكثافه. الأهرام، الأهلي يبحث اليوم عن حلم اللقب التاسع عبر بوابة هورايا كوناكري في دوري الأبطال. كارتيرون، نتيجة لقاء الذهاب خادعة. زفون كاف، كرة القدم لا تعرف اليأس. أخبار اليوم، متسلحا بجمهوره على استاد السلام الليلة، الأهلي يبحث عن تذكرة التأهل للدور قبل النهائي الإفريقي أمام هورايا. الجمهورية، الأهلي يواجه هورايا للاقتراب من الأميرة الإفريقية. الشروق، الأهلي في مهمة صعبة أمام هورايا لخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي. كارتيرون، نواجه خصما عنيدا ونأمل في التقدم خطوة جديدة نحو اللقب. وزفون كاف، لن نفرط في حلم التأهل. الأخبار المسائي، الأهلي على موعد مع الحسم، يواجه هورايا في إياب دور الثمانية الأفريقي بظروف استثنائية. أخبار اليوم، الغيابات تضرب الدفاع والحماس والتركيز يسيطران على المعسكر الأحمر. كارتيرون، المباراة صعبة وقادرون على حسم الفوز. الوطن، الأهلي يتحدى الغيابات وطموحات هورايا لاستكمال حلم دوري أبطال أفريقيا. المساء، الأهلي يواجه الهورايا بهجوم كاسح يسعى للفوز وملاقاة فاق السطيف في نصف النهائي.
الأهرام المسائي، الشياطين في مهمة صعبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. كارتيرون يراهن الخبرة وحماس الشباب سلاح فيكتور. الوفد الليلة الأهلي يرفع شعار الفوز فقط في مواجهة هورايا الغيني. كارتيرون يتسلح بدعم الجماهير ويحذر من خطورة داوودا ورفاقه. الدستور الإدارة تعد كل لاعب 10,000 جنيه. الإدارة تعد كل لاعب 10,000 جنيه مكافأة استثنائية حال تحقيق الفوز. الأهلي يستدرج هورايا الغيني بحضور 10,000 مشجع. اليوم السابع الأهلي يخشى مفاجأة هورايا الغيني في دوري الأبطال الليلة. الأهرام المسائي واقعية فرنسية. كارتيرون خروج مازن لدرس درس عظيم. كارتيرون نراهن على الجماهير ونسعى لتلافي الأخطاء. القاهرة وأحداث اللقاء الهام بين النادي الأهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية. الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وتلعب تاني طاهره ابو زيد ايمن داوي. ايمن داوي يجيب الجول الثاني سريعا. بقى نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار وهنبتديها من جريده الاخبار. جريده الاخبار قالت ان حارس حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق ان هو يساند لائحه النادي الاهلي الجديده واللي هيتم التصويت عليها ان شاء الله يوم 28 سبتمبر. وخلال حضوره امبارح يوم الجمعه لحفل افطار عمله فريق الصباح قال ان هو سعيد جدا ان هو موجود ما بين افراد عيله النادي الاهلي خصوصا طبعا فريق الصباح واللي بيربطوا بيه علاقه قويه جدا من سنين طويله. واكد ان اعضاء الفريق بقوا من ابرز اعضاء النادي وان هم طبعا مثال مشرف وقدوه لكل الاجيال. وطالب كمان رئيس النادي الاسبق كل اعضاء الجمعيه العموميه وكل اعضاء النادي ان هم يحافظوا على وحدتهم واجتماعاتهم بشكل دائم. تعالوا بقى نشوف معاكم تقرير عن اجتماع فريق الصباح في نادي الاهلي وكلمه كابتن حسن حمدي. احنا متشكرين جدا لان احنا الحاجات الملحوظات اللي احنا يعني قلنا ده كذا ده كذا ده خلاص تم الموافقه عليها. فانا ببارك لكم وبارك لنفسي وبارك لكل اعضاء مجلس الاداره وبارك لحضراتكم جميعا هذه اللائحه او بلاش نقول الدستور الجديد الجميل الرائع اللي ان شاء الله كل الانديه هتعمل زينا. احنا دايما نمره واحد الأهلي نمرة واحد. عايز أقول إن أنا سعيد جدا من بجد يعني سعيد إن أنا باجي لكم بقعد معاكم. يمكن بقالي مدة ما جيتش لكن أول ما قال لي الكابتن حسين الحقيقة وأنا قلت له كذا مرة بحب إن أنا أجي وأشوفكم وأقعد معاكم. أنتوا فريق مثل للنادي الأهلي بالنظام يعني يكفي إن أنت كلكم عندكم كلمة واحدة. يكفي ان انتوا عندكم مواعيد ونظام بتحافظوا عليها في تدريباتكم. الرياضه دي اجمل حاجه في الدنيا. صحيح انا نفسي بعيد عن الرياضه لكن بحسدكم ان انتوا بتجمعوا مع بعضيكم بتتمرنوا مع بعضيكم وعايشين حياه رياضيه جميله جدا. اصبحت احدى سمات النادي الاهلي فريق الصباح من قديم الزمن وعشان كده الواحد فخور بيكم واتمنى ان انتوا تقعدوا كده على طول تستمروا. وكل ما اتمناه لكم وللنادي يعني عايز اقول من الاخر يعني حافظوا على النادي حافظوا على فرقتكم لان هي ديت سمة النادي الاهلي وسمة اعضاء النادي الاهلي
بتوع فريق الصباح اللي احنا طول عمرنا نعرفهم من قديم الزمن. طبعا كنا بنتكلم النهارده قلنا ان مفيش صوت بيعلو على صوت مباراه النادي الاهلي النهارده ورايا كوناكري الغيني. كل الجرايد اكيد كانت بتتكلم النهارده وكانت منشتاتها كلها عن المباراه وعن اهميه المباراه دي وقوتها، خصوصا طبعا بعد نتائج مباراه امبارح ومفاجات اللي حصلت فيها. كمان قالت الصحف او اتكلمت واكدت عن اهميه وتاثير وجود جماهير النادي الاهلي في المباراه، وان كارتيرون بيراهن على مسانده ودعم جماهير النادي الاهلي وقدره فريقه ان هو يسعد الجماهير والفوز طبعا باللقاء والتأهل لنص النهائي بإذن الله. طيب نروح بقى معاكم من كلام الجرايد ومن أهم منشطات الجرايد، نروح لأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الوطن الأهلي يطمئن على ترتيبات الجمعية العمومية وإجراءات خاصة لراحة الأعضاء. الأهرام سبورت كارتيرون: لن أشكو من الغيابات ولهذه الأسباب تدربنا على ركلة الجزاء. في الجول: أيمن أشرف: رغبتنا أكبر من هورايا، هدفنا استعادة عرش إفريقيا وتحقيق الحلم الأكبر. الموقع الرسمي للنادي الأهلي هشام محمد: حضور الجماهير دافع قوي للفوز على هورايا. الشروق: الأهلي يؤكد غياب السلية عن مواجهة النجمة. وان فري: مروان محسن وسعد سمير جاهزان لرحلة لبنان. كوينتون دوجت: سعيد بالتواجد داخل القلعة الحمراء. كريستوف: يؤدي برنامج بدني مع فريق الطائرة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: سيدات سلة الأهلي يواجه الظهور اليوم. وسيدات يد الأهلي يواجه الطيران اليوم. معاكم دلوقتي لأهم تفاصيل العناوين اللي قلناها من شوية، وهنبتدي مع الوطن. الوطن قالت إن اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بتواصل اجتماعاتها المكثفة عشان ترتب لإنعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان التصويت طبعا على اللائحة، وبتسعى اللجنة إن هي تنهي كافة الأمور المتعلقة بالجمعية العمومية عشان طبعا تخرج بشكل يليق باسم النادي الأهلي وبأعضاء جمعيته العمومية. أما الأهرام سبورت فقالت إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الأهلي قال إن الفريق جاهز إن هو يواجه رايا كوناكري الغيني في اللقاء المقرر ليه الساعة 9 النهارده يوم السبت على استاد السلام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال كمان: بنحترم الخصم بشكل جيد ولدينا طموحات كبيرة لتحقيق الفوز اليوم وحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي من أجل مواصلة المشوار للنهائي. كمان في الجول قال إن أيمن أشرف مدافع نادي الأهلي صرح إن رغبة فريقه في الفوز ضد رايا كوناكري أكبر من خصمه نظرا طبعا لان غايته الوصول النهائي واستعاده عرش افريقيا وتحقيق الحلم الاكبر بالمشاركه في كاس العالم للانديه، وقال كمان: نحن على قدر المسؤوليه وجاهزين تماما للمواجهه، نعلم ان لاعبي هورايا لديهم طموح كبير لتحقيق الفوز، لكن بالنسبه لنا طموحاتنا اكبر عشان طبعا عندنا رغبه في الفوز لمواصله المشوار نحو النهائي واستعاده عرش افريقيا والرجوع مره ثانيه لكاس العالم للانديه، وهو ده الحلم الاكبر بالنسبه لنا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم صرح وقال إن الفريق استعاد بشكل جيد أو استعد بشكل جيد لمواجهة هورايا كوناكري الغيني واللي هتقام إن شاء الله على استاد السلام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإن كل اللعيبة في حالة تركيز واستعداد عشان المواجهة دي، وقال كمان إن الحضور الجماهيري في مواجهة بطل غيني هيكون دافع قوي جدا للنادي الأهلي وإن هو بيعتبر جمهور النادي الأهلي هو أفضل جمهور.
كمان الشروق قالت ان عمرو السوليه لاعب وسط نادي الاهلي اتاكد خلاص غيابه عن لقاء العوده قصاد النجمه اللبناني في دور ال 32 للبطوله العربيه. وقال كمان طبيب النادي الاهلي ان السوليه هيغيب عن اللحاق في مواجهه طبعا النجمه زي ما قلت لكم المقرر ليها يوم الخميس اللي جاي. وقال كمان ان اللاعب مش هيسافر مع بعثه الفريق للبنان. وطبعا كان بيعاني السوليه من نزق في العضله الضمه وبينفذ دلوقتي طبعا برنامج تاهيلي وعلاجي عشان يتعافى من الاصابه. موقع وان تري قال ان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اعلن جاهزيه ثنائي الفريق مروان محسن وسعد سمير لرحله لبنان المقرر ليها ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي استعدادا لمواجهه النجمه اللبناني في اياب دور ال 32 من بطوله كاس العرب للانديه الابطال. طبيب النادي الاهلي قال ان سعد سمير اتحسن كتير جدا وبقى جاهز خلاص لرحله لبنان ونفس الامر بالنسبه لمروان محسن. كمان بوابة الأخبار قالت إن الأمريكي كوينتن دوجت المنضم لصفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال في النادي الأهلي عبر عن سعادته بالتواجد جوه الفريق بعد طبعا ما انسجم بشكل كبير جدا مع باقي اللعيبة وسعيد جدا هو برضه بمشاركته في العديد من المباريات الودية خلال الفترة اللي فاتت. وقال كمان إن هو تأقلم على الحياة في مصر وقال إن الفضل ده للجهاز الفني وقال كمان إن هو عنده تطلعات للمشاركة مع الفريق في تصفيات المنطقة الخمسة المؤهلة لبطولة أفريقيا خصوصا إن هو بيسعى للمشاركة في مباريات رسمية قوية مع النادي الأهلي. برضو الموقع رسمي للنادي الأهلي قال إن الروسي سيرخي بيترسوف لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في النادي الأهلي بيأدي برنامج بدني على هامش تدريبات لعيبة الفريق استعدادا للموسم الجديد بعد ما وصل للقاهرة من أيام يمكن وخضع اللاعب لتدريبات بدنية في الجيم وفي صالة الأمير عبدالله الفيصل تحت إشراف تامر تايجر المدرب العام ومحمود جمعة مدرب الفريق عشان يجهزوه بشكل مناسب للفترة اللي جاية. برضو الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن الفريق الأول لكرة السلة سيدات في النادي الأهلي هيواجه الزهور الساعة 6 مساء النهاردة على صالة نادي الزهور في إطار منافسات دور الثمانية في بطولة منطقة القاهرة. فريق سيدات سلة نادي الأهلي تحت قيادة كابتن إيهاب الألفي نجح إن هو يحقق الفوز على الزهور في بطولة منطقة القاهرة بنتيجة 80-53 في المباراة اللي جمعت الفريقين في صالة النادي الأهلي يوم الأربعاء اللي فات. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيقول إن الفريق الأول لكرة اليد سيدات في النادي الأهلي هيقابل نظيره الطيران النهارده على صالة النادي الأهلي في الجزيرة وده في إطار مباريات الدوري. وكان طبعا فريق سيدات النادي الأهلي يد واللي بيقوده طبعا كابتن ياسر صلاح المدير الفني للفريق حقق برضو فوز على الفريق على فريق أو على حساب فريق النصر امبارح أو أول امبارح يوم الخميس بنتيجة 34-20 في افتتاحية مشواره في الدوري طبعا اللي بيحمل النادي الأهلي لقبه. طيب كمان فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي مواليد 2003 حقق فوز كبير على فريق بيراميدز بأربع أهداف مقابل ثلاث أهداف في المباراة اللي أقيمت بينهم يوم السبت على ملعب مدينة نصر ضمن الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية. النادي الأهلي تقدم طبعا في الأول عن طريق عبد الجواد عبد الرحمن في الدقيقة 17 وبعد كده تعادل بيراميدز في الدقيقة 27 قبل ما يسجل أهداف التقدم في الدقيقة 50 عمر اللقاء. وبعد طبعا الهدف الثاني لبيراميدز اتعرض ميدو نبيل لاعب النادي الاهلي للطرد ببطاقه حمراء مباشره عشان يكمل النادي الاهلي المباراه ب 10 لعيبه واحتسبت طبعا ركله جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 80 من عمر اللقاء وسددها احمد داوود بنجاح مسجل الهدف الثاني ووصل النادي الاهلي برضو سيطرته على المباراه سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين ال 81 وال 82 عن طريق كريم عثمان وعبد الرحمن ممدوح قبل ما يسجل بيراميدز هدفه في الدقيقه 91 وتنتهي المباراه او ينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي 4-3. معانا دلوقتي كابتن عادل مصطفى المدير الفني للفريق. مساء الخير عليك يا كابتن عادل. الفل الف الف مبروك. فضل الله يبارك فيك ربنا يخليك يا رب. عايزين بقى نعرف من حضرتك طبعا تفاصيل اكتر عن اللقاء النهارده. وحياتك قلت تفاصيل كلها يعني قلت تفاصيل كلها بالتوقيتات واحنا بس كبدانا الجيم كنا جبنا جول وضيعنا جوال كتير قوي. يعني الفتره اللي انا موجود فيها مع الفريق دي الحاجه اللي بتقابلنا شويه في فيها صعوبه ان احنا التسجيل في صعوبه شويه عندنا مفيش توفيق. ماتشات كتير قوي اللي لعبناها بدايه ماتش المقاولين وسموحه والمصري بس النهارده التوفيق كان معاكم شويه؟ خالص عايز اقول لك يعني النتيجه 4-3 ولغايه 1-0 احنا يعني 1-0 في الشوط الاول احنا مضيعين حوالي 6 فرص
من جوه الست يارد يعني، وحاجات في العارضه وحاجات يعني فرص مؤكده يعني، مش فرص اللي هي يا رب نوصل، فرص مؤكده يعني. النتيجه اللي يقول اربعه يقول ان احنا موفقين جدا، لا احنا ما كناش موفقين خالص يعني، عايز اقول لك اربعه ومش موفقين. طيب يعني كابتن عادل، عايز اطمن من حضرتك بقى على مستقبل ناشئين النادي الاهلي، يعني شايف حضرتك فريق النادي الاهلي الناشئين عامل ايه؟ لا بصي، انا فريق 2003 بالنسبه لي في اول مره العبه جمهوريه كان عندهم الكام سنه اللي فاتت دول مرينا بمشكله شويه في تهيئه الاولاد نفسيا، ان هم ازاي يتعاملوا مع مباريات البطوله وكده، وان هم يتعاملوا ازاي مع الفرق اللي بتنافسهم، اكيد كان فيها شويه مشكله، وده اللي بنشتغل عليه دلوقتي يعني. بنشتغل على جانب نفسي اكتر منه خططي او بدني، في جزء يعني في جزء بدني وخططي، لكن في جزء نفسي برضه. فرقه بتاعتي مالها كذا سنه ما خدتش بطوله في النادي، فانا شايف ان دي برضه حاجه مشكله كبيره جدا لما فرقه النادي دي فتره طويله ما تاخدش بطوله، دي حاجه مش كويسه اكيد. فبنبدا نشتغل عليها، وهم حتى الاولاد يعني مع الوقت يعني هو بس سوء التوفيق، لكن هم الاولاد بيأدوا بشكل كويس، اتطوروا جدا يعني في الروح يعني. الروح برضه كان في مشكله فيها شويه، ان احنا ما فيش روح المكسب يعني، او في روح في الملعب بتأدي بس مش بهدف. بس يعني ان شاء الله الدنيا تتطور، وهم ماشيين في التراك يعني بشكل كويس يعني. بس محتاجه مكسب يعني. الماتشات اللي فاتت كان فيها عدم توفيق خالص يعني، مباراه سموحه مضيعين ضربه جزاء في الدقيقه 44 في الثاني، والمباراه خلصانه تعادل وبرده فيها كم فرص كتير ضايعه، ومباراه المصري نفس الشيء يعني. عندنا شويه اخطاء في التمركزات ليها علاقه برده بالنشأة. احنا برده في حاجات في مشكله كنا بنقابلها من ماتشات كان في مسابقات خمس لعيبه وجول وست لعيبه وجول، فكان اختياراتنا للعيبه كانت اختيارات مهاريه اكتر من هي اختيارات ان انت تختاري الاماكن مستقبلا. شويه عملنا مشكله، بس يعني بنحاول انها يعني مع الوقت ان شاء الله تتغير وتتحل، والولاد يبداوا يبقى في يعني في 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 تكيف على الشغل اللي هم بياخدوه يعني. طيب كابتن عادل، قول لي مين مثلا لعيبه عندك في 2003 ناشئين بتتنبأ له ان هو هيكون نجم في فريق الكوره الاول يمكن كمان خمس ست سنين؟ لا والله بصي، في لعيبه في عندي في الفرقه بتقدم بشكل كويس، عندي ميدو نبيل لعيب كويس، عندي كريم عثمان، عندي بس مش عايز اذكر اسماء بعينها، بس في كذا لعيب ممكن مع الوقت ان شاء الله يتطوروا، في ولدين من 2004 انا بستعين بيهم برضه هيبقوا مستقبل النادي، هو اسمه عبد الرحمن عم ممدوح، هو اسمه ميدو اسامه، دول من اللعيبه المميزه 2004 انا مستعين بيهم في 2003، فاعتقد دول ممكن يبقى لهم دور ان شاء الله في مستقبلا. في احمد داوود برضه بيأدي بشكل كويس، لعيب مدافع صحيح كورته كويسه، فيعني ان شاء الله بس يعني نعودهم على حاجات دلوقتي، ومع الوقت هنطلع ان شاء الله كذا لعيب للدرجه. نتمنى كابتن عادل مصطفى نشوف كذا عادل بقى مصطفى طالعين من تحت ايدك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، وان شاء الله يبقى احسن مني 100 مره ويفيدوا النادي الاهلي، ويبقى يعني مرحله الشراء اللي احنا بنسمع عنها والارقام الرهيبه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي في مصر تبقى شويه. طبعا بنتمنى طبعا ان قطاع الناشئين عندنا بقى يعني يحل لنا المشكله دي مستقبلا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، وطبعا مدرب ناشئين النادي الاهلي. دلوقتي هنطلع لفاصل قصير وبكده نرجع نكمل معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره اهم الاخبار المحليه وكمان العالميه واخبار محترفينا في الخارج، هنشوفها مع بعض وهنتابعها في الفقره اللي جايه. اليوم السابع ابو ريده واجيريا طيران اليوم لانجلترا لحضور احتفاليه افضل لاعب في العالم. الاهرام سبورت، هاني رمزي يحدد موعد اعلان قائمه الفراعنه المحليه. سوبر كورة، أجري يرفض التدريب على استاد السلام. الوفد، 260 ألف دولار تمنع سفر منتخب مصر لسوازيلاند بطائرة خاصة. فيتو اتحاد الكرة يطرح مزايدة رعاية ملابس المنتخب في أكتوبر. الوطن سبورت، ثبات المستوى يقلص فرص تواجد أوباما في المنتخب. أخبار اليوم، المجلس يرفض إلغاء غرامة جنش وخالد جلال ينتظر مصير جراس الزمالك في قبضة ذئاب المقاولون غدا.
الأخبار المسائي، رئيس المقاولون يحفز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك. الأهرام المسائي، صحوة المقصة مستمرة، فاز على الإنتاج 2-1 وحقق الانتصار الثالث على التوالي. الأهرام المسائي، فاول أسقط زعيم الثغر الداخلية يدك الاتحاد بالثلاثية في العباسية. المسا، غليان في الإسكندرية بعد الخسارة بثلاثية، غضب جماهيري ومصلحي يستدعي الجهاز لمعرفة أسباب السقوط أمام الداخلية. الشروق، مصلحي يحسم مصير محمد عمر في اجتماع طارئ اليوم. الأهرام، إنجلترا تساند صلاح، كلوب كفى إثارة للقلق وما يحدث مع مو طبيعي. أخبار اليوم، 100 مليون مصري في ظهرك يا مو، صانع البهجة وموعد جديد مع السعادة بعد غد. 1-3 تريزيجي يسجل رقم مميز في الدوري التركي. سكاي نيوز، مورينيو لهذا السبب أصبح بوجبا أفضل. أس، باريس سان جيرمان يخطط للصدمة في برشلونة. سبورت 360، إرناستو فالفيردي محبط من تصرفات رئيس برشلونة. نروح بقى معاكم لتفاصيل الاخبار او العناوين اللي احنا قلناها دلوقتي. نبتدي من اليوم السابع. اليوم السابع قال ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره وخافير اجيري المدير الفني للمنتخب اتوجهوا او لسه هيتوجهوا ان شاء الله لانجلترا النهارده يوم السبت عشان يحضروا احتفاليه اعلان افضل لاعب في العالم يوم الاثنين اللي جاي. طبعا بيتنافس الثلاثي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ومودريتش على اللقب، وبيحضر اجيري الحفله دي عشان يدعم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الاول. كمان الاهرام سبورت قالت ان هاني رمزي المدرب المساعد في جهاز المنتخب طبعا الوطني اعلن عن ميعاد اعلان القائمه المحليه للفراعنه استعدادا لمواجهه سوازيلاند، واكد رمزي ان الجهاز الفني للفراعنه بيتابع مباريات الجولتين اللي جايين في الدوري المصري ممتاز، وهيتم طبعا الاعلان بعد كده عن القائمه المحليه. وقال كمان ان المدرب المساعد للمنتخب الوطني ان هو من الممكن يتم ضم لعيبه 2 أو 3 جداد للمعسكر اللي جاي. سوبر كوره كمان بيقول ان المكسيك أجاري المدرب أو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول أعلن عن رغبته في عدم التدريب أكثر من مرة على ملعب السلام، واللي هيستضيف إن شاء الله مباراة الفراعنة قصاد سوازيلاند المقرر ليها يوم 12 أكتوبر اللي جاي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2019 في الكاميرون. هاني رمزي مدرب كمان المنتخب قال إن أجاري مش بيفضل إن هو يتمرن على الملعب اللي هيستضيف المباراة أكثر من مرة عشان يقدر يحافظ على أرضية الملعب، وده اللي حصل في مباراة النايجر بعد ما اتدرب الفراعنة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب أكتر من مرة. كمان الوفد قال ان اتحاد الكورة بيواجه صعوبة في مسألة توفير طيارة خاصة لسفر منتخب مصر لسوازيلاند عشان يواجه طبعا منتخب سوازيلاند يوم 16 اكتوبر اللي جاي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون. مشكلة الطيارة دي ان في ارتفاع في تكلفة الطيارة دي بتوصل ل 260 ألف دولار، يعني بما يوازي 5 مليون جنيه مصري عشان يكون في طيارة خاصة تنقل منتخبنا الوطني الأول من القاهرة لسوازيلاند والعكس. كمان فيتو قالت ان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة قرر ان هو يعمل مطارح او يطرح مزايدة لرعاية ملابس المنتخب لحد 2022 في اكتوبر اللي جاي. رفضت الشركة الراعية لملابس اتحاد الكرة ان هي تمد عقد الرعاية في مجلس الجبلية واللي بينتهي طبعا في نهاية العام الحالي، والمقرر ان هينتهي المجلس من اعداد كراسه الشروط الخاصه بمزايده الملابس، وبعد كده هيطرحها على الشركات اللي عندها رغبه ان هي تورد ملابس المنتخب الوطني. كمان الوطن سبورت قال ان تراجعت فرص انضمام يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك لصفوف المنتخب خلال معسكر مباراه سوازيلاند، وده بسبب عدم ثبات مستواه طبعا برغم اعجاب اجيري المدير الفني للمنتخب الاول بقدرات اللاعب، الا انه لاحظ ان في تراجع في مستوى اللاعب في اخر ماتشين للزمالك في مسابقه الدوري المصري الممتاز قصاد طلائع الجيش قصاد سموحه، وده خلاه هو يتراجع عن فكره ضم اللاعب في المعسكر اللي جاي.
الشروق كمان قالت ان بيعقد محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري النهارده اجتماع عشان يحسم مصير محمد عمر المدير الفني للفريق بعد هزيمه الفريق بثلاث اهداف مقابل لا شيء امبارح ضمن مواجهات الجوله الثامنه من بطوله الدوري المصري ممتاز. رفض محمد مصلحي رئيس النادي ان هو ياخد اي قرار انفعالي بعد الهزيمه على طول، وقال ان هو هياخد القرار ده بعد الجلسه الطارئه. وطبعا انقلبت جماهير النادي على اللعيبه وعلى الجهاز الفني بعد تراجع الاداء قصاد الداخليه، وده كان تسبب طبعا في تلقي الفريق هزيمه ثقيله. طيب، تم فعلا منذ قليل إقالة كابتن محمد عمر من قيادة الفريق الأسكندري، وده طبعا بعد الاجتماع. طيب كمان وان ثري بيقول محمود حسن تريزيجي لاعب قاسم باشا التركي حقق رقم مميز في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي، وقالت شبكة أبطا المتخصصة في رصد الإحصائيات إن تريزيجيه جه في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين دقة في التسديد على مرمى المنافسين بعد مرور خمس مراحل أو خمس جولات على انطلاق الدوري التركي. وقالت كمان إن تريزيجيه سدد ثمان تسديدات ما بين الخشبات الثلاثة على مدار المباريات الخمسة اللي اتلعبوا، ومتساوي هو في رصيده مع يوسف يازيستي لاعب ترابزون سبورت، وكمان هو ورا هوجو روداليجا مهاجم ترابزون سبور برضو، واللي بيتصدر القائمة بعشر تسديدات في الثلاث خشبات. طيب كمان سكاي نيوز قالت ان اعتبر البرتغالي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد ان لقب كاس العالم اللي احرزه بول بوجبا مع منتخب فرنسا ادى اللاعب دافع معنوي وبدني بينعكس بطريقه ايجابيه على ادائه. وقال كمان مورينيو ان هو عنده اعتقاد ان النتائج الجيده والاداء الجيد جدا بيحققوا المعجزات، والنتائج السيئه والاداء السيء برضه بيخلوا اللاعب يظهر عنده حاله من الارهاق والتعب والغضب، وبيظهر على حسب وصفه بشكل بشع. كمان آس الأسبانية قالت إن نادي برشلونة عنده رغبة في ضم الدولي الفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية. وقالت التقارير كمان إن النادي الكتالوني عنده ثقة كبيرة بشأن طبعا إمكانية اللاعب الفرنسي، وهو شايف طبعا إن من مصلحة النادي إن هم يتعاقدوا معاه. ومن ناحية تانية أوضحت تقارير صحفية إن الفريق الباريسي بيستعد عشان يقدم عرض مغري لرابيو عشان يجددوا عقده في شهر أكتوبر اللي جاي عشان يواجه محاولات طبعا برشلونة وريال مدريد إن هم يضموا اللاعب لصفوفهم. كمان سبورت 360 قالت إن أفادت تقارير صحفية إن مدرب أرناستو فالفيردي على خلاف مع جوزيف ماريا بارتينيو رئيس برشلونة. وكمان قالت التقارير إن الإحباط الأول اللي عاشه طبعا المدرب جه بعد خساره نادي برشلونه في دوري ابطال اوروبا خلال اياب الدور ربع النهائي قصاد روما في الموسم اللي فات، وتعرض مدرب برشلونه للانتقاد قصاد طبعا المقربين منه. وفقا لهذه المصادر الطريقه اللي اتكلم بيها رئيس النادي في وسائل الاعلام عن التفاصيل السلبيه للخساره وللطريقه اللي لعب بيها الفريق في وقتها، وجه الاحباط الثاني بسبب عدم الاتفاق على تجديد العقد، وبينتهي طبعا عقد أرناستو فالفيردي في يونيو اللي جاي، وما اتفقش الطرفين على التجديد او اي حاجه لحد دلوقتي. طيب دلوقتي هنطلع سريعا لفاصل، وبعد كده هنرجع نكمل معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. قبل ما نروح لفقره السوشيال ميديا عايز اقول لكم ان دلوقتي احنا في الدقيقه 85 من عمر لقاء ساوثهامبتون وليفربول الانجليزي في الجوله السادسه من البريمير ليج. محمد صلاح احرز الهدف الثالث لليفربول، والنتيجه دلوقتي 3-0. طيب نرجع بقى ونشوف الفقره اللي جايه اللي عندنا، فقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم واخر نشر نجوم الكوره على صفحاتهم الشخصيه على السوشيال ميديا. وهنبتدي دلوقتي معاكم بعضو مجلس اداره النادي الاهلي محمد الجرحي اللي نشر على الفيسبوك فيديو لتشجيع الجماهير للفريق، وكتب حارب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله، موت على الكوره، افريقيا للكبار، وانت الاسطوره. نروح نشوف الفيديو.
ناصر ماهر لاعب الفريق نشر صورة على انستغرام بعد تجديد عقده مع النادي الاهلي وكتب الحمد لله جددت عقدي مع النادي الاهلي لمدة 5 مواسم قادمة، اتمنى التوفيق واتطلع للمزيد من العمل والنجاح وحصد البطولات واتمنى ان اكون عند حسن ظن الجماهير العظيمة. كمان نشر وليد سليمان صنع العاب النادي الاهلي صورة ليه على صفحته على انستغرام من مباراة الذهاب مع هورايا كوناكر الغيني واللي كان في غينيا الاسبوع اللي فات. نشر كمان ميدو جابر على انستغرام صورة ليه وكتب اللهم لك الحمد في السراء والضراء الحمد لله، وده طبعا بعد ما تعرض لإصابة جديدة في العضلة الخلفية في تدريبات الفريق، واحنا اكيد بنقول له كمان الف سلامة عليك وبنتمنى ان شاء الله يرجع احسن من الاول في اسرع وقت. كمان كابتن اسلام الشاطر نشر صورة على انستغرام وهو صغير وكتب ايام الطفولة البريئة، انا ومحمد اخويا الكبير بس انا مش عارف انا مين فيهم. كمان الفنانة ندى بسيوني كتبت على صفحتها على تويتر اكتر فرقة كنت بقلق منها في البطولة مازيمبي وخرجت يا رب النادي الاهلي يتأهل لنص النهائي، فرصنا كويسة جدا. انا ببقى مبسوطة قوي لما بلاقي يعني السيدات والفنانات بيتكلموا في الكرة وبيشجعوا النادي الاهلي. كمان نشر نجمنا محمد بقى النني المحترف في ارسنال الانجليزي صورة على تويتر من مباراة فريقه مع فورسكلا الأوكراني في الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي واللي فاز فيها الأرسنال 4-2 وكتب أنني بداية عظيمة. عالميا بقى ديفيد بيكهام النجم الإنجليزي الكبير طبعا نشر صورة لي من الصين على الانستغرام وكتب اليوم أتيحت لي الفرصة أن أنا أزور سور الصين العظيم لأول مرة، محظوظ أن شغلي بيسمح لي أن أنا أسافر وأشوف أماكن جميلة زي المكان ده. نروح بقى لصفحة الدوري الإنجليزي أو بريمير ليج على تويتر واللي نشرت صورة من أوضة لبس فريق مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بعد تجديدها. كمان نشرت صفحة رسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني على تويتر فيديو لنجم الفريق ليفاندوفسكي وكتبت في مثل هذا اليوم من 3 أعوام سجل ليفاندوفسكي 5 أهداف في 9 دقائق وأعاد كتابة التاريخ. كمان نشر البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الأسباني على الانستغرام صورة لي مع النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي وكتب الأسطورة أنا مشجع كبير ليك. كمان صفحة بلاتشر فوتبول على الفيسبوك نشرت صورة من مدينة ران الفرنسية تحت عنوان الأرض تتنفس كرة قدم. أخيرا بقى نروح نشوف الفيديو الطريف اللي نشرته مرات سيرخي راموس كابتن ريال مدريد على انستغرام ليهم هم وأطفالهم بيلعبوا بينج بونج. مشاهدينا وعدنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ حاتم قرمان الناقد الرياضي في الأهرام المسائي. رجعنا سريعا نسم كاملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو أستاذ حاتم قرمان الناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيماء. منورنا. منور انت دايما على طول الشاشه. في البدايه طبعا عايزين نتكلم النهارده عن اللقاء المهم النادي الاهلي وهورايا كوناكري الغيني على استاد السلام ان شاء الله الساعه 9 مساء، شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ والله هو لغايه امبارح كانت الامور الى حد ما بتصب كلها في صالح ان الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه لكن المفاجات اللي حصلت امبارح في 3 ماتشات اللي هي اتلعبت صحيح مفاجات كتير. معظم الفرق 3 فرق خرجوا على ملعبهم يعني النجم الساحلي لعب في سوسه وخرج من الترجي. مازين بيلعب على ملعبه ثلاث فرق برضه اوائل المجموعه فده بيصعب الى حد ما معنويا مباراه النهارده لكن انا شايف ان الاهلي طبعا فرقه كبيره وفريق كبير وعندهم الخبرات اللي هي تؤهله ان هو يحقق نتيجه ايجابيه يقدر بيها يتجاوز الدور الثمانيه والصعود للمربع الذهبي ومن ثم للنهائي ان شاء الله باذن الله. يعني انهي اكتر فريق اتصدمت بخروجه؟ لا هم 3 فرق تقال يعني وداد حامل لقب كلهم كانوا اوائل مجموعاتهم يعني وداد حامل لقب بطوله خرج على ملعبه بعد مباراه عمل فيها كل حاجه لكن الحظ ما كانش بجانبه في هذا اللقاء مع وفاق الصيف الجزائري فرقه برضه مش قليله لكن الوداد عمل مباراه هايله جدا امبارح واهدى فرص كتير جدا ان هو يقدر يحقق المكسب. مازيمبي طبعا من الفرق الثقيله جدا الافريقيه من الفرق الثقيله برضه مع طبعاً. اول اغسطس الانجولي انجولا تاريخها في الكوره الى حد ما محدود يعني بالنسبه لل في افريقيا. النجم الساحلي والترجي كانت يعني ايكوال جيم يعني كان لقاء متكافئ لكن الترجي بخبراته الكبيره قدر انه يحقق الفوز في لقاء العوده كان في سوسه وكان حقق الفوز في لقاء الذهاب وبالتالي الفرق الثلاثه الكبار اللي هم كان متوقع ان هم يكونوا في المربع الذهبي خرجوا من البطوله. نتمنى الاهلي يكون ان شاء الله باذن الله يكسر
هذه المفاجآت النهارده باذن الله، ويقدر يحقق فوز مريح باذن الله ان شاء الله يعني. باذن الله ان شاء الله. رغم الغيابات اللي في الاهلي كتيره النهارده. اه في غيابات كتير في النادي الاهلي النهارده. طب لو بنتكلم عن الغيابات وعن التشكيله، قول لي كده تتوقع تشكيله الاهلي تكون عامله ازاي؟ هو الاهلي معروف يعني من الاهلي طول عمره يعني ما بيتاثرش بغياب لاعب او اثنين او اكثر. يعني هو عنده عمر صغير، عنده اصابه، عنده اجيل لفتره سعد سمير، وعنده مشكله لحد ما في الدفاع، لكن عنده اللي هو اللعيب اللي هو احمد فتحي خبرات عاليه في الجبهه اليمنى، عنده سليف كوليبالي. لكن احنا مش بنتكلم عن الناحيه الدفاعيه بخاطر، بنتكلم عن الناحيه الهجوميه اللي احنا عايزين نحقق الفوز النهارده باذن الله. عنده اثنين رؤوس حرب على مستوى صلاح محسن، انا اعتقد ان هو هيكون لي دور كبير في فوز الاهلي النهارده، طبعا بخلاف المغربي وليد ازارو. اكيد الرهان كله في وسط الملعب النهارده بالنسبه للاهلي، ان هو اللي هيكون مفتاح فوزه باذن الله النهارده في لقاء النهارده باذن الله يعني. لكن بالنسبه للغيابات اعتقد ان هي هتكون غير مؤثره على الاهلي على الاطلاق. اه اكيد يعني. عمرو السلايس، عبد السمير، نجيب، ميدو جابر، مروان محسن، ناصر. الاهلي عنده بدائل كثيره جدا يقدر يحقق بيها الفوز باذن الله النهارده يعني. صحيح. طيب خليني اسالك من واقع بقى مشاهدتك طبعا لمباراه الذهاب، شايف يعني ايه نقط الضعف وايه نقط القوه في الفريق اللي احنا هنلعب معاه النهارده؟ هو انا ما اقدرش احكم على فريق الحوريه الكوناكري يعني بشكل عام، الملعب كان سيء جدا سواء على الاهلي او على الفريق اللي هو بس هو الموضوع. فعلا كان ملعب سيء، بس هو لكن الاهلي بتاعهم. كان الاهلي ملعب وسط جماهيرهم وكل حاجه، لكن الامور دي كلها الفرق الافريقيه في الغالب على ملعبها بتبقى اداء، وعلى ملعب مصر بالذات اداء تاني، ملاعبنا الى حد ما كبيره بتساعدهم على اداء افضل. الاهلي مباراه الذهاب كان الاقرب والاقدر للفوز، صادف سوء حظ الى حد كبير. اعتقد ان هو حوريه كوناكري النهارده مش هيكون بالمنافس السهل، لكن انا شايف ان الاهلي لو قدر باذن الله في اول ربع ساعه او اول شوط الاول ينهي المباراه بالتقدم هيعمل الاسطور كويس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله لو النادي الاهلي كسب النهارده، وان شاء الله هيكسب النهارده، فهو هيقابل وفاق سطيف الجزائري. شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ هو بشكل عام هي لقاءات شمال افريقيا احنا مع الكره المصريه بقى ليها حسابات خاصه بعيد عن الناحيه الفنيه على الاطلاق يعني. سواء مع فرق التونسيه او المغربيه او الجزائريه، وفاق سطيف على ملعبه فرقه ثقيله جدا يعني، بوسط جماهيرها الحماسيه متحمسه دايما. الاهلي او اي فرقه مصريه بتواجه الى حد ما ضغوط جماهيريه شديده سواء في تونس او في الجزائر او في المغرب، لكن انا شايف ان وفاق اقل بكتير جدا من الوداد المغربي على المستوى الفني. صحيح. على المستوى الفني كتيم جماعي او على المستوى الفني كافراد. أوكي. الوداد امبارح عمل ماتش شهير جدا مع وفاق وكان احق بالفوز، لكن صادف سوء توفيق في اللقاء بشكل غريب جدا، وفي النهايه وفاق قدر يصعد للمربع الذهبي. حسابات المربع الذهبي والادوار قبل النهائيه بتبقى ليها حسابات تانية خالص يعني، ما اقدرش اقول الفريق ضعيف او فريق ان هو اقل فنيا او اقل على المستوى الفردي، لكن هي بتبقى ليها حسابات خاصه واعدادات خاصه. اهم حاجه نتجاوز مرحله اللقاء أكيد. النهارده مبدئيا، وبعد كده نفكر بعد كده في اللقاء وفاق ستيف. اكيد طبعا. طيب النهارده المباراه على ملعب السلامه اتنقلت من برج العرب، وان شاء الله النهارده هيكون فيها 20,000 مشجع اهلاوي ورا النادي الاهلي. شايف عامل الجمهور هيفرق بنسبه قد ايه مع الفريق النهارده؟ لا هو الاهلي طول عمره هو الاهلي نادي جماهيري يعني، الاهلي قوته في جماهيره بخلاف ان هو فرقه كبيره وتاريخ كبير، لكن قوه الاهلي بالفعل في جماهيره، والجماهير دي حافز كبير جدا للعيبه. لكن انا كنت شايف ان برج العرب بالنسبه للاهلي كان يبقى افضل، لان الملعب اوسع شويه لحد ما بيدي مساحات للعيبه حول يعني الحركة. على المستوى الفني بالنسبه للملعب برج العرب هو الافضل، افضل للاهلي، والسلام افضل للحريه، هيقدر يضيق مساحات على لعيبه الاهلي، مساحه الملعب بتفرق مع الفرق اللي زي دي يعني. طيب رغم طبعا كان في طلبات ان اللقاء ده يكون موجود على ملعب برج العرب في البدايه، لكن النادي الاهلي اصر ان هو يكون على ملعب السلام، رغبه من النادي الاهلي طبعا ان يكون كل الجمهور موجود ليؤازر وليساند طبعا الفريق، وطبعا ايمانا من اداره النادي الاهلي باهميه الجمهور بالنسبه للفريق. ده اكيد طبعا، احنا زي ما قلنا الاهلي هو الجماهير نمره واحد بالنسبه له، وهي اذا كانت عوامل فوز الاهلي وتاريخه الكبير صنعها سواء بمستوى اداراته او مستوى الجماهير اللي وقفت معاه وسندته. ملعب السلام بالنسبه له هيبقى اقل بالنسبه لاتساع الجماهير، فالتاثير الجماهيري هيبقى اكثر للاهلي. صحيح. اضافه الملعب السلام ملعب الاهلي الرسمي اللي هو يلعب عليه البطولات المحليه، فبالنسبه للاهلي هو بياكد وجوده في هذا الملعب عشان يقدر بعد كده يتواصل معاه. مين من لعيبه الاهلي تتوقع له النهارده ان هو هيكون نجم اللقاء؟ لو لعب صلاح محسن اعتقد ان هو هيعمل مباراه كويسه، بخلاف اذا لعب اثنين راس حربه سواء صلاح محسن بجانب ازارو، اعتقد صلاح محسن هيكون ليه دور مؤثر مع الاهلي النهارده، بخلاف طبعا لعيبه الوسط وليد سليمان، او لو لعب مؤمن زكريا. اعتقد مؤمن زي ما بيقولوا بلغته كوره جعان كوره شويه، انه ليه فتره ما بيلعبش، لو مؤمن زكريا لعب النهارده هيفرق كتير مع الاهلي. طيب خلينا بقى ايه نقول ان احنا ان شاء الله باذن الله خلاص كده هنكسب اللقاء ده وهنتقابل يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله ان شاء الله. فلو هنقابل وفاق سطيف والترجي واول اغسطس، شايف مين فيهم الاخطر؟
لا هو الأخطر هو الترجي التونسي يعني تاريخيا وفنيا. حاليا الترجي فرقة عالية وقدرت على ملعب النجم الساحلي خصوصا قدرت تكسب. تتوقع دي ممكن تكون المباراة النهائية بإذن الله؟ يا رب إن شاء الله الأهلي والترجي. بس هو أول أغسطس عمل مفاجأة كبيرة جدا مع مازيمبي أكيد طبعاً. يعني طبعاً. لكن هي الفرق الصغيرة اللي هي بتحقق مفاجآت تبقى عندها الرغبة ان هي تكمل المشوار، يعني ما عندهاش حاجه تخاف تبكي عليها وتخاف عليها، فيبقى ده الى حد ما ضغوط النفسيه عندها اقل بكتير زي فرق من فرق زي الاهلي او الترجي. هي ضغوط ان هو كل متوقع الاهلي يلعب نهائي، الترجي يلعب نهائي، فيبقى ده بيمثل ضغط نفسي على اللعيبه الى حد ما. تفضل كارتيرون يلعب براس حربه واحد ولا باثنين راس حربه؟ افضل باثنين راس حربه، لو لعب بازار وصلاح مصري يبقى افضل بكتير. صحيح. لان انت ماتش النهارده لازم تحسمه بدري عشان خاطر الماتش زي ما بيقول ما يتكهربش في النهايه يعني. صحيح. طيب خلينا بقى نروح للدوري المصري الممتاز، وطبعا في احداث يعني مشتعله في الدوري المصري الممتاز، شايف ايه الابرز دلوقتي على الساحه؟ والله انا شايف ان الدوري السنه دي الى حد ما الفرق كلها معظمها متقاربه المستوى على الاقل في الاسابيع السبعه الاولانيه. ما نقدرش نحكم على الفوارق بين الفرق الا بعد انتهاء الدور الاول. انا شايف ان الدوري المصري فيه ايجابيات كثيره وفيه سلبيات كثيره. الايجابيات ان هي ظهور فرق زي الجونه صاعده من الدوري القسم الثاني قدرت تحقق نتائج هائله جدا. صحيح. وقلت قبل كده ان الجونه مفاجاه او الحصان الاسود البطوله حتى الان، واعتقد انه كان بيلعب ماتش مع بتروجيت النهارده، ما اعرفش نتيجته انتهت كام كام. اعتقد ان الجونه كسب او نتيجه الجونه كسب النهارده يا شباب ولا ايه؟ انا شايف الفرقه ماشيه بمستوى هائل جدا، ادائها الجماعي هائل جدا، معاه مدرب فاهم لعيبته وحافظ لعيبته بيعرف يوظفهم كويس. في امبارح الانتاج الحربي نال اول هزيمه من مقاصه بشات مقاصه، حققت 3 مكاسب ورا بعض برغم كانت بدايتها الى حد ما كانت متراجعه في بدايه الموسم. لا في تصاعد في الاداء بالنسبه للفرق كثيره جدا. صحيح. الفرق اللي هي منطقه الوسط الداخليه عامله موسم كويس، انا شايف ان في تقارب كبير جدا بين الانديه، فهتبقى منافسه الى حد ما صعبه في منطقه الوسط مش منطقه المقدمه. المقدمه هتبقى محسومه بين 3 فرق مش هتخرج عن الاهلي والزمالك، طبعا الاسماعيلي بعد، ممكن المصري لحد ما يخش المنافسه. طيب بالنسبه بقى للكوارث التحكيميه اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره دي، وشفنا كمان تصريحات من رؤساء انديه كتير طالعين بيقولوا ان الدوري كده مش يعني في احتماليه كبيره ان هو مش هيتكمل. لا 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 لا، هي وبعد كده كلمه كوارث ما فيش حاجه اسمها كوارث تحكيميه، يعني ما كانش في النهارده، يعني النهارده 7 اسابيع اتلعبت في الدوري حتى في اخطاء تحكيميه، لكن ما توصلش لدرجه اللي زي ما بتقول حضرتك اللي هي الكوارث يعني التحكيميه. في كل الدوريات وفي كل البطولات بنشوف اخطاء تحكيميه ودي ورده في التحكيم. بتروجيت كسب الجونه 2-1. كسب الجونه 2-1 بغض النظر عن النتيجه، انا شايف ان الجونه برده حتى الان من الفرق اللي هي والاسماعيلي وسموحه 0-0 لحد دلوقتي. لا الاسماعيلي حكايته حكايه، الاسماعيلي يعني من الفرق اللي هي بدايه سيئه جدا السنه دي، على غير على عكس كل سنه الاسماعيلي بيحقق بدايات قويه بيتراجع الى حد ما. الاسماعيلي بدا متراجع بشكل كبير جدا السنه دي، نتائج متذبذبه، اداؤه متذبذب، ما فيش اداء ثابت. في مشكله ان هو عنده كثير من اللاعبين الاساسيين. لا هو الجونه اللي كسبت بتروجيت، معلش الاعداد غلط وقال لي ان هم الجونه كسبت 2-1، سجل الاهداف رشدي واحمد عيد في الدقيقه ال 45. انت حضرتك قلت ان هو خسر ديك بعد رغم الهزيمه الجونه بيأدي اداء كويس. صحيح. لا هو كسب، لا الجونه السنه دي فرقه كبيره وعامله نتائج هايله واداء هايل. بتروجيت سجل له بيكلي في الدقيقة 90 وبتروجيت مع كابتن طارق ايه عامل نتائج كويسه وعامل عروض كويسه جدا. لا انا بقول ان الفرق السنه دي لا في كوره بتتلعب كويسه جدا وفي اداء كويس، بس ينقصها احنا بدات الجماهير تعود الى حد ما، ودي هتفرق كتير جدا في مستوى الانديه الجماهيريه الكبيره. لا هو اتحاد الكوره لازم يكون في وقفه مع موضوع التحكيم. انت نرجع الموضوع اللي هو حضرتك قلتي كوارث. لا هو في اخطاء تحكيميه. طب شفت الاخطاء التحكيميه دي لو هي اخطاء بس، شفت اللقاء الاهلي والانتاج الحربي ازاي في الجوله الخامسه؟ الاهلي وانتاج من ناحيه الاخطاء التحكيميه، ما انا قلت لحضرتك ان هي الاخطاء وارده وهي مؤثره الى حد ما في بعض مش الى حد، هي مؤثره في بعض المباريات. ما هي دي في كل انا عايز اقول لحضرتك الحاجه، احنا لو جينا نبص على التحكيم المصري يعني في الدوري المصري في الموسم اللي احنا فيه ده، اكيد كانت في فرق كان يعني اماكنها هتتغير تماما في جدول. ما هو انت بتتكلمي عن، لا احنا مش عايزين نقول هي مشكله محليه، دي مشكله عالميه، بدليل ان الاتحاد الدولي اقر اللي هي الفار اللي هي اللجوء للفيديو لحسم بعض الخلافات في المباريات اللي هي الكبيره، يعني في بطوله العالم الاخيره تم تطبيق اللي هو تقنيه الفيديو يبقى دليل ان الاخطاء التحكيميه في كل الدنيا مش في مصر بس. في تراجع الى حد ما في مستوى التحكيم الى حد ما، بنقول ان في اهتزاز في ثقه الحكام في نفسهم، وده لازم يكون في اذا كان رئيس لجنه الحكام الرئيسيه عنده من القدره ان هو يقدر يعيد الثقه للحكام ويبقى رئيس لجنه حكام قوي صاحب قرار لا يتراجع عنه، اعتقد في البلتين الحكام هيكون ليهم موقف ثابت داخل الملعب. لكن التراجع
بتاع رئيس لجنه الحكام كابتن عصام فتاح في بعض الامور واخرها اللقاء اللي هو المقاولين العرب وبيراميدز ان هو استعان بحكام توانسه بالرغم من ان هو كان ماتش المقاولين العرب واللعيبه بتقول ان هو صاحب ملعب هو صاحب حق اختيار الحكم ما علينا فده نوع من التراجع الى حد ما اصاب التحكيم المصري باحباط شديد جدا انا شايف ان اللي حصل بعد ماتش بيراميدز والمقاولين العرب هيأثر مستقبلا في مستوى التحكيم المصري ان هو رئيس لجنه الحكام ما قدرش يحكم حكامه اللي هو مسؤول عنه. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ حاتم يعني الاخطاء التحكيميه دي مش حاجه هينه ابدا يعني ده مجهود فرق واعداد ومعسكرات وتعب بدني وذهني وكمان مجهود جماهير ورا الانديه دي فالموضوع ما هوش سهل ولا هو هين ابدا. ما هو مش سهل ما هو اعداد الحكم دي مهمه لاتحاد الكوره ان هو بيعد الحكم بالاعداد البدني والنفسي بما يضمن ان هو يحقق والاعداد برضه ان هو يكون برضه واقف معاه معنويا وماديا يبقى الحكم نازل الملعب وعنده الاتياحيه انه يقدر يدير المباراه بشكل مطلق بدون اي ضغوط جماهيريه. الحكم بياخد القرار في اقل من ثانيه يعني ومعاه اربعه مساعدين يعني ما بياخدش القرار لوحده. في اخطاء لكن انا مش عايز اقول ان هي اخطاء كارثيه بتحصل في مباراه او مباراتين في مجمل الدوري العام بيحصل مثلا عندنا 50 60 ماتش بيبقى فيه اخطاء في اربع خمس ماتشات فدي اعتقد نسبه مش عاليه نقدر نقول عليها ان هي كوارث تحكيميه. استعانه بقى لكن نرجع نقول لازم يكون كرئيس لجنه حكام اللي هو مسؤول عن الحكام صاحب قرار ويحس ان الحكام ان رئيس لجنه الحكام رجل بيتمسك بكلمته ما بيتمسكش بمقعده اتمسك بالكلمه بتاعتي ما اتمسكش بمقعد انا قاعد عليه. طيب الاستعانه بحكام توانسه شايف ده لا انا شايف موضوع الموضوع إيجابي كله انا شايف الموضوع كله كان فيه تراجع كبير جدا من اتحاد الكوره او استسلام من اتحاد الكوره بان هو يستجيب لطلب نادي شايف ان في ظلم تحكيمي هيبقى النهارده انا النهارده بضرب الحكام برصاص يعني بقول لهم لا انتم لستم محل ثقه ودي بتاثر فيما بعد على مستوى التحكيم بينزل الحكم نازل الملعب وهو مش ظهره مش محمي يعني حضرتك مش مع ان احنا نستخدم نجيب حكام اجانب اصلا لا في بعض المباريات زي هي المباريات الكبيره زي الاهلي والزمالك طبعا لابد يكون في حكم اجنبي طبعا لان نظرا لحساسيه اللقاءات بين اكبر فريقين في مصر لكن في مباريات اللي هي منطقه الوسط يعني ما اعتقدش انها تحتاج لحكام اجانب يعني او حكام بعد كده انت تقول حكم اجنبي جايب النهارده حكم في خلال 24 ساعه واثرت ازمه بدون اي داعي لا دي اعتقد ان هي سقطه لاتحاد الكوره وليس للحكام المصريين. رغم ان انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني انا يعني انت مصره عايزاني اقول ان لا انا رؤيتي هو في كوارث حاجه واحده بس لان انا يعني احساسي بيقول لي ان مثلا الدوري المصري السنه دي ممكن يتحسم لصالح فريق على نقطه واحده. لا مش هيحصل الكلام ده لا ما اعتقدش يعني في الاسبوع السابع والامور كلها لسه يعني في بدايه المسابقه ما اقدرش احكم على مستوى التحكيم ولا على مستوى الانديه، لكن انا بقول برضه عشان التحكيم لابد ان يكون رئيس لجنه الحكام الرئيسيه الرجل يحترم موقفه وكلمته واحترم الحكام اللي بيتبعوا ليه، يكون هو ظهرهم هو حاميهم. بس انا شايف ان هو شايف كان ظهرهم وكان حاميهم ودايما كان بيتبعوا بعد موقف ماتش بيراميدز مباراه الملاعب ايوه هو الكلام حاجه والواقع حاجه ثانيه، يعني اسمع كلامك اصدقك اشوف منك استعجب بيقولوا كده في الامثال المصريه لا النهارده بتقول انا مع الحكام وفي نفس الوقت بتستجيب او بترضخ لطلبات اخرى انا مش شايف ليها اي مبرر، يا انا ادي كلمتي واكمل في مكاني بما اراه ان هو سليم او اقول لهم لا السلام عليكم انا مش محتاج الكرسي ده. خليني اسال حضرتك عن تقنيه الفار شايف تطبيقها هيكون عامل ازاي وسمعنا كمان ان اتحاد الكوره قال ان هي هتطبق انا شفتها كنت في مونديال روسيا وشفت الغرف اللي هي المجهزه اللي تقنيه لا ده حاجه ثانيه خالص قصه ثانيه خالص مش التلفزيون لا 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 احنا قدامنا 50 سنه عشان ممكن نوصل لحاجه زي كده لا بعيد قوي لكن هجيب بقى التلفزيون الصغير واحد حكم يبص ويعيد لا 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 دي قصه مجموعه حكام واجهزه وكمبيوتر وامكانيات تفوق امكانياتنا احنا كاتحاد كوره مصري او كشركه راعيه ممكن تتبنى هذه العمليه ما اعتقدش ممكن تطبق في مصر في الفتره الحاليه ولو طبقت محتاجه ملايين الجنيهات ومحتاجه قصه ثانيه خالص وعدد ثاني خالص ولا صحيح. مش في يوم وليله لا عالميا بقى ان شاء الله بعد بكره محمد صلاح هيكون موجود في حفله توزيع جوائز الافضل ل 2018 طبعا الجائزه دي بينافس فيها صلاح كريستيانو رونالدو ومودريتش شايف بقى الحدث ده عامل ازاي والله هو انا يعني شايف ان دخول محمد صلاح القايمه ده في حياته انجاز كبير جدا لكن انا لا اتوقع ان يكون من نصيبه توقعاتي الشخصيه يعني انا اعتقد ان مودريتش هيكون هو شخصيا ان هو يكون هو المرشح الاقوى هو اللي هيفوز بالجائزه لكن وجود محمد صلاح شرف كبير لمصر ان هو طبعاً. اول لاعب مصري يخش او لاعب عربي يدخل ضمن افضل محمد صلاح ده حاجه مختلفه العالم. تماما محمد بيمر بظروف صعبه حاليا حتى في مباراه النهارده مع ليفربول هو احرز هدف بالفعل صحيح. في ماتش ساوثهامبتون لكن على المستوى الاداء الجماعي في الفرقه في حاجه مش مظبوطه في ما بينه وما بين ساديو لا في حاجه مش مظبوطه الفرقه يعني الشوط الثاني النهارده ليفربول لا مش هو ليفربول الاداء في الملعب فيه حاجه مش مظبوطه صلاح نفسه نفسيته مش مظبوطه هل
موضوع مع اتحاد الكره واسمك مع اتحاد الكره كان ليها اثر في هذا الامر، اعتقد مع يعني الامر ده ممكن يكون مؤثر الى حد ما، لكن هي طبيعه اي لاعب في الدنيا ما بيبقاش مستوى ثابت باستمرار، بيحصل نوع من الهبوط الى حد ما. اعتقد مصطفى عنده من القدره ان هو يستعيد توازنه النفسي والمعنوي والبدني في الفتره الجايه. لكن هدف النهارده كان مهم بالنسبه لصلاح نكسر حده حاله الصراع التهدي في الماتشين الاخرانيين. صحيح. طيب خلينا بقى نروح لمنتخبنا الوطني الاول. شفنا طبعا اجاري في قياده منتخبنا الوطني الاول في مباراه النيجر، فاز فيها منتخبنا بست اهداف نظيفه. شفت الاول لقاء مصر والنيجر ده ازاي؟ وهل ده ممكن مثلا يكون معيار نحكم بيه على اجاري كمدير فني؟ لا على الاطلاق، لا على الاطلاق. هو طبعا النيجر مع احترامنا لفرقه منتخب النيجر منتخب مالوش تاريخ ومنتخب اداؤه الفقير فنيا وبدنيا، صحيح. فما اقدرش احكم، لكن احنا بنقول النواحي الايجابيه ان احنا عندنا الرغبه ان في كره هجوميه، احنا عانينا كتير جدا مع عانينا كتير جدا الفتره الاخيره مع كوبر في الاداء الدفاعي والتحفظ الدفاعي على اداء اللاعبين. فاعتقد اجيري بيحاول يعني يدي شكل جديد للمنتخب، لكن لقاء النيجر ولا سويسرلاند اللي جاي سواء ذهاب وعوده هيكون مقياس، لقاء تونس هو اللي هيكون الى حد كبير ممكن تحكم على منتخب واداء المنتخب واختيارات المنتخب. صحيح. لكن هو ما عملش حاجه جديده في اختياراته، يعني الى حد التغيير طفيف جدا. طيب شفت مين يعني مين في اختياراته يعني من وجهه نظر حضرتك ما كانش يستحق ان هو ينضم للمنتخب، ومين اللي ما كانش يستحق ان هو ما ينضمش للمنتخب او عدم انضمامه للمنتخب؟ لا هو اصل دي وجهه نظر فنيه، هو كمدير فني وجهاز معاه ان هو له الرؤيه المطلقه، انا ما اقدرش اتدخل اقول مين يستحق ومين يستحق. هو شايف دي رؤيه فنيه وشايف ان محتاج سيم الناس او سيم اللاعبين هو في المركز ده او المركز ده. كل من يرتدي فرقه المنتخب يستحق الانضمام، كل لعيب في مصر في اي نادي سواء درجه اولى او درجه ثانيه له الحق ان يكون يحلم ان يكون لاعب في منتخب وطني يمثل بلاده. ما فيش حد ليه حق ملوش حق، دي اختيارات جهاز فني هو بيتحاسب عليها في النهايه. طيب مين اللي استغربت ان هو ما كانش موجود في المنتخب؟ يعني قلت عبد الله السعيد يكون الفتره الجايه عدم وجود عبد الله السعيد، بس دوت يعني استغربت. بس انت شفت عبد الله السعيد كان مقدم المستوى المطلوب منه في النهائي في كاس العالم، في ما هو الاداء لا كاس العالم الفرقه احنا منتخب مصر كان خارج الخدمه، لا يعني احنا كاس العالم روسيا 2018 منتخبنا بالكامل كان خارج الخدمه، ما كانش في اداء لعيب معين ولعيب ان هو كان كويس. الفرقه بالكامل حتى محمد صلاح رغم ان هو كان بيلعب مصاب الى حد ما، يعني حتى لقاء السعوديه اللي لعبه ما كانش محمد صلاح الناس عارفاه. المنتخب بالكامل القائم بكامل كانت خارج الخدمه، ما اقدرش اقيم مستواهم في مونديال. لكن انا شايف ان عبد الله سعيد وجوده في منتخب مهم، انا ما اعرفش مستواه الفني حاليا في الفرقه في السعوديه بيلعب فيه وصل لايه، لكن هو لعيب مهم جدا في المنتخب الفتره الجايه عبد الله سعيد كلاعب خبره وصانع لعب ولاعب مؤثر جدا مع المنتخب. طيب بالنسبه لاحمد فتحي مونديال روسيا؟ لا احمد فتحي وعدم انضمامه ما بعد لا انا شفته مش مفاجاه، احمد ادى كتير جدا المنتخب. انا اعرف احمد من ايام منتخب الشباب مع كابتن حسن شحاته، من اللعيبه المقاتله اللي ادت كتير منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي ومنتخب اول. اداؤه يتراجع الى حد ما، ممكن يكون استبعاده دي نقطه ايجابيه في صالحه هو ان هو يقدر يحسن مستواه الفتره الجايه ويعود تاني للمنتخب. واعتقد ان اجيري لن يتردد لحظه لو احمد فتحي رجع للمستوى المعهود عنه ان هو يكون ضمن القائمه سواء في التصفيات الافريقيه او تصفيات مؤهله كاس العالم. طيب معانا دلوقتي على التليفون مراسلنا فاروق صلاح مراسل النادي الاهلي، ومن لقاء فريق الشباب ووادي دجله في بطوله الجمهوريه او في دوري الجمهوريه. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور عليك الزميلة شيمة وعلى الأستاذ حاتم ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. أهلا بيك، عايزين نعرف تفاصيل اللقاء النهاردة. وخلينا بس نقول في الأول إن هو يوم أهلاوي إن شاء الله بمشيئة الله هنكمله إن شاء الله بالفوز على فريق حرية يا رب إن شاء الله بإذن الله قبل النهائي بإذن الله. إحنا يومنا ابتدى مع فريق الـ 2003 اللي قدر يفوز على فريق بيراميدز بأربع أهداف 4-3 صحيح. كان الاهلي بيلعب ب 10 لاعبين من الدقيقه الرابعه من الشوط الثاني وكان متاخر بهدفين. اكيد حضرتك استفدت في الكلام في هذا اللقاء مع الكابتن عادل. صحيح. عادل مصطفى حاليا الاهلي انهى لقائه فريق الشباب النادي الاهلي مواليد 97 الكابتن عادل عبد الرحمن قدر ان هو يفوز على فريق وادي دجله بسته اهداف مقابل هدف في انتصار كاسح للنادي الاهلي. لقاء جيد اداره الكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل كان موجود مع متواجد في فريق شباب النادي الاهلي احمد الشيخ ايضا ومحمد شريف والجزار واحمد رياس الريان. مهمه الكابتن عادل هو تجهيز لعيبه للفريق الاول وايضا لعيب الفريق الاول نفسهم يحاول ان هو يجهزهم ويديهم فرصه للمشاركه في اللقاءات. الشوط الاول كان انتهى بفوز النادي الاهلي وتقدمه بهدفين مقابل هدف، كان احرز هدفين الاهلي لاعب عربي بدر واللاعب احمد ياسر ريان.
ثم في الشوط الثاني الاهلي اهدر ركله جزاء اهدرها اللاعب يوسف علاء. ثم توالت النادي الاهلي احرز 4 اهداف عن طريق احمد الشيخ وكريم يحيى ومحمد شريف. واخر اهداف النادي الاهلي كان احرزه اللاعب محمد نصير 6-1 للنادي الاهلي. النادي الاهلي في صدارته في بطوله الجمهوريه بيحقق الفوز الثالث على التوالي. رفع رصيده في النقطه رقم 9 رصيده من الاهداف للهدف رقم 14. النادي الاهلي محقق ريكورد عالي في القوه الهجوميه 14 في 3 لقاءات. ايضا هو اقوى خط دفاع لم تهتز شباكه سوى في ثلاثه اهداف. عامل حاله جديده الكابتن عادل عبد الرحمن هذا مع فريق شباب النادي الاهلي وربط فريق طريق اداء فريق الشباب مع الفريق الاول، ونجهز اكتر من لاعب ان شاء الله تشوفهم في الفتره القادمه للفريق الاول. فانا من خلال قناه الاهلي ومن خلال حضرتك عايزين احنا نشيد بفريق الشباب والكابتن عادل ودوره مع الفريق الاول وتجهيز اللاعبين. اكيد طبعا. واكيد يعني واكيد الفوز ب 6-1 ده رقم يسعد كل الاهلاويه ان شاء الله. اليوم النهارده كمان يكمل بفوز النادي الاهلي على هورايا كوناكر الغيني. بشكرك جدا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، طبعا هو كان في لقاء النادي الاهلي وادي دجله اللي انتهى ب6 اهداف لهدف لصالح النادي الاهلي. نرجع بقى ونتكلم برضو عن منتخبنا الوطني. طب نرجع لموضوع الناشئين برضو في الاهلي وقطاع الناشئين الاهلي او فرق مصر كلها. الاهلي عنده قطاع ناشئين على اعلى مستوى، لكن في النهايه الناتج النهائي للفريق الاول ما يعديش 10%. فدي برضه سؤال المسؤول النادي الاهلي، اين الفريق الاول او القطاع الناشئين من الفريق الاول؟ ان احنا دايما الاهلي بيعتمد على الصفقات الجاهزه، وده طبيعه الانديه الكبيره اللي هي عايزه تحقق بطولات اللي هو يجيب اللعيبه. كان لينا مداخله مع كابتن عادل عبد الرحمن في الفتره اللي فاتت يمكن من اسبوع، وقال ان هو ماشي ب يعني خطه بارلل او متوازيه مع كارتيرون عشان ينتج للفريق الاول. انا اربي ان انا اربي واصرف واجهز لعيبه في الاخر بيطلع سواء بيحترف بره او انه بيروح انديه اخرى، يبقى انا النهارده ما استفدتش حاجه من قطاع الناشئين. لا، قطاع الناشئين لازم يكون ليه خطه ومدروسه ومعروف ان الفريق الاول النهارده كل سنه عندي 4-5 لعيبه من الناشئين بيطلعوا لي الفريق الاول، دي مهمه جدا في المرحله الجايه. صحيح. حضرتك عايز ترجعي لموضوع المنتخب لمنتخبنا الوطني. المنتخب الوطني احنا عندنا لقاءين سوازيلاند ذهاب وعوده، اعتقد ان احنا هنحقق فيها المكسب والصعود لنهائي الامم الافريقيه باذن الله يكون متاح لينا في يعني هو اول مباراه اللي خسرناها من تونس وما هيبقى اول ثاني مجموعه، فاعتقد ان احنا هيكون لنا نصيب في الوجود في نهائي كاس الامم الافريقيه المقبله ان شاء الله باذن الله. لكن اداء اجيري حتى الان ما اقدرش احكم عليه بشكل نهائي، ما اقدرش اقول ان هو عنده كوره كويسه او كوره وحشه، لا هو اداء ماتش مصر والنيجر كان ادائي لحد ما كويس، بس عشان خاطر الفرق اقل من المستوى ما اقدرش احكم على منتخبنا الا اذا لعب مع فرقه زي تونس او الجزائر او المغرب نقدر نحكم على المستوى. المنتخب لحد دلوقتي لسه ما اعلنش عن قائمه اللعيبه المحليه اللي هينضموا ان شاء الله لمعسكر سوازيلاند. شايف مين او نفسك مين يكون موجود بالاضافه طبعا للعناصر اللي كانت موجوده في المعسكر اللي فات؟ انا شايف ان لعيب زي طاهر محمد طاهر لعيب مؤمن العرب ده لازم ياخد فرصته. لعيب كويس وهايل وعنده سرعات وعنده مهاره عاليه وعنده ومقاتل على الكوره وهداف، فانا اتمنى يكون موجود في الفتره الجايه او يكون ضخ دماء جديده من الانديه الاخرى. يعني الجون عندها لعيبه كويسه، الداخليه عندها لعيبه كويسه، الانديه الحرب عندها، كل فرق الدوري النهارده عندها من اللعيبه اللي هي العناصر المتميزه. اتمنى يكون الجهاز الفني المنتخب الوطني يدفع بعنصر او اتنين من المجموعات اللاعبين عشان يدي حتى امل للاعبين الاخرين ان هم ليهم امل ان هم ينضموا للمنتخب الوطني. برضه كان لينا مداخله هاتفيه مع كابتن احمد ناجي من ايام، وقال ان في احتمال ان يكون في كمان حارس مرمى جديد من الدوري المحلي. والله انا شايف موضوع حراس المرمى هي محسوم بين 3 أو 4 حراس مرمى على مستوى يعني منتخبات، يعني الموضوع مش لا انا بتكلم على الناحيه الثانيه اللعيبه سواء خط دفاع او خط وسط او هجوم، لا في عناصر كويسه وفي حراس مرمى. هضم جنش اخيرا منتخب المعسكر الاخير اداله فرصه لو في عنصر كمان جديد في حراس المرمى هينضم. شايف كلها مين تألق في السبع جولات؟ عامل محمد عامر كان هايل صحيح من حراس مرمى ما حدش بص عليه خالص بالرغم انه حارس مرمى ممتاز وفي حراس كتير جدا. انا قصدي النهارده انا بدي رساله لكل لاعب في مصر اجتهد هتلاقي، لكن صحيح. انا شيء يعني تو مثلا جنش ماشي كان كويس انضم للمنتخب، لا ادي فرصه للاعبين اخرين في خط الوسط وخط الدفاع وخط الهجوم ان في امل ان يكون في عضو في منتخب وطني. اعتقد ده هينعكس الى حد كبير على اداء معظم اللاعبين في الدوري المصري. لو سالت بقى حضرتك عن توقعك لمباراه النهارده بالنتائج، تتوقع او تتمنى؟ انا اتمنى الاهلي 3-0 ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله.
ان شاء الله. شايف دي تمنيات يعني. دي تمنيات. شايف ان الاهلي ده ممكن يتحقق؟ طبعا الاهلي فرقه كبيره، وبالنسبه الى مقارنه بحريه كوناكن لا احنا فرقه كبيره قوي، الاهلي فرقه كبيره ويقدر يحقق 3 و4. لكن المباراه في الملعب حاجه وكده. خلينا سريعا كده نروح لمقارنه ما بين ارقام النادي الاهلي وهورايا كوناكري الغيني في موقف الفريقين يمكن في جدول المجموعه الاولى. النادي الاهلي 6 مباريات لعبهم، فاز في 4، تعادل في مباراه، خسر في مباراه. في الجانب الاخر هورايا كوناكري لعب 6 مباريات، فاز 2، تعادل في 3، وخسر في لقاء. في النادي الاهلي وليد ازارو هو الهداف بست اهداف، واوكانسي مانديلا هو الهداف ب4 اهداف لهورايا كوناكري الغيني. رايك ايه في اللاعب ده مانديلا؟ لا هو هورايا ميزه في الجماعي، مش لعيب ما مش بس يمكن كارتيرون كان محضر اللعيبه. هو طبعا لعيب خطير بلا شك فيه، لكن اعتقد ان هو مش هيكون ليه وجود مع لو اتلعب عليه من النهارده من اي لعيب من دفاع الاهلي هيوقف طوله. انا بتكلم على ان المقارنه دي يعني طبعا هي في صالح الاهلي، لكن احنا بنقول المباراه داخل اصلا ان عدد النقاط هنا 13 وعدد النقاط لهورايا كوناكري هناك فرق طبعا. مجموعه الاهلي كانت الاهلي برضه واجه ظروف صعبه في البدايه، في بدايه المشوار ولما جه كارتيرون قدر يعدل مسيره الفريق وقدر يصعد لدور الثمانيه. انا شايف النهارده باذن الله ان شاء الله ما لم يكن هناك اي مفاجات الاهلي يحقق نتيجه كبيره ان شاء الله باذن الله. نتمنى ذلك باذن الله ان شاء الله. اتمنى طبعا. بشكرك جدا استاذ حاتم قربان الناقد الرياضي ورئيس نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، نورتنا النهارده، استمتعنا اكيد بكلام مع حضرتك النهارده خلال حلقه الكلام. والتوفيق دايما ان شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جدا لمتابعتكم النهارده الكلام في الميديا، كل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي النهارده في لقاء الساعه 9 مساء على ملعب السلام. باذن الله ان شاء الله يكون الفوز هو حلفنا. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده، وبارك لكم بقى فيها على فوز النادي الاهلي الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا. بكره يوم سعيد عليكم، كل فوز.